وعلاش تدخل الدولة؟ ما الواحد يرمي روحه من فوق تدخل فيه الدولة؟ هذيك فما ضعفي مان، فما مانيش عارف أنا، وهو حر إنسان. هذه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا تخلقنا حرار، سيدنا جاب هذه لا دولة ولا ما دولهاش ولا حتى شيء، الدولة قاعدة تخدم في خدمتها ربي يعاونها، وكل واحد يخدم خدمته ربي يعاونه في الدنيا هذه. أنت نهار آخر باش تلقى، كان عملت الخير تلقى الخير، كان عملت الشر ربي سبحانه باش يكافئك به. وكوني أنا هذه هي حياتي ذولي. حرية مش مطلقة تماما، فما دي ليميت في الآخر. ديبيل على الاخر معناها ما مو لاباس، شنو هذاك بدنه هو حر فيه، معناها شنو اش مدخله هو بوليس ولا واحد ما عندوش الحق يمس حتى مواطن، كان ما مواطن هو يصحح له يقول له اوكي، هو حتى على التيست على الزطله وعلى اي حاجه ما المفروض كان جينا نحترموا الحريات الشخصيه، ما عندكش الحق تحلل حتى حد. حريه الدوله في التدخل عندها حد، حريه الشخص عندها حد، لكن فما ضوابط اخلاقيه وانسانيه، وسورتو تحبوا لا تكره زاده دينيه، احنا شعب مسلم شعب محافظ، ماناش نتاع انغلاق كلي وماناش نتاع تسيب كلي، معناها كل حاجه عندها ليميت. تقول انت ما نجمش تسيبها على بعضها للي يقع الديزوردر من بعد. بون انا فور الحكايه هذي علاش باش نتفاداو الحاجات هذوما، معناها باش ما عادش يصير، باش ما عادش اي شخصيه ما حتى هما زاد عملوا معناها الحكايه هذي باش تنقص في البلاد، باش ما عادش تصير برشا. اي الدوله يلزمها تتدخل، اي الدوله يلزمها تتدخل في الامور هذيا، خاطر فما امراض معناها قاعده تدور، الامراض هذيا يلزم معناها واحد معناها يتصدى لها باش للوقايه على الاقل. هما كيما معناها ما خافوش على رواحهم، على الاقل الدوله الاخرى تخاف على الشعب نتاعها، والوقايه خير من العلاج كيما يقولوا فيها. الدولة ما عندها فيها حتى دخل، باش تقول لي علاش؟ ما نجمش نقول لك علاش، اللي نعرف اللي هي ما كل انسان حر في حياته، باش كل انسان حر خلي باش تجي الدولة كاملة باش تجي تحكم في انسان تقول له شنو هي مولاتش. الدولة هي اللي تكفل الحقوق حرية الانسان، معناها ما فهمش علاش معناها باش تنحي له حريته ولا حتى زادة تعطيه أكثر حريات. الحريات مكفولة اون برانسيب بالقانون، معناها علاش الله اعلم معناها اذا باش نحيلو حريات سير فما علاش، اما كومين زاد ثم نتصور عندنا معناها الهيئات وعندنا الحقوقيين وعندنا كل شيء، معناها نجمو في وقتنا الحاضر ما عادش كيما قبل، معناها واحد شيء معناها ولا كل شيء ظاهر. معناها لو فات انك تجبد تحكي على سوجيك كيف النكايه معناتها اللي نحن نغزلو تابو، اخكو هو مصور 40 سنه ولا 50 سنه تالي في السبعينات ما كانش تابو، مي توا ولا تابو، كي تحكي فيه التحسس تخلق لازمك تحكي عليه السوجي هذا، لازم كل شيء يخرج على برا باش نجمو نحكيو فيه ونجمو نقدمو القدام، فهمتني؟ حاجه نورمال. كيفاش حريه جنسيه معناها ما فهمتش، كل واحد يعني كل عبد والميولات نتاعو هذاش حب. بون راها حاجه نورمال اللي هو يتدخل وكل شيء، ولازم تتدخل الدوله في الحاجات هذه خاطر حرام وكا وحرام كبير وكا. سواء هكا ولا هكا حرام كبير. هي دولة مسلمة أول حاجة، دونك يعني باش تولي تدخل حاجات أخرى، نحن مسلمين وحكايات هذي ما عندناش، باش كان باش تولي تحلها باش تولي ندخلوا في دباء آخر ونعرفش ما يجيش ديجا. فما حرية شخصية اللي ما تمسش من المجتمع وما تمسش من حتى من أفراد العائلة، حرية ضيقة على الآخر، أما إذا الحرية تخرج تولي تمس المجتمع وتمس حتى افراد العائله وتولي احتمالك الحريه ذيك تبدل حتى سلوك المقربين، هذه ماهيش يلزم تتدخل الدوله في الامور هذه. اما الدستور تعمل والدوله المفروض هي ما تفرضش خيارات، خاطر هي مش وصيه، ما تكونش الدوله الوصيه على المجتمع، لكن ايضا زاد في نفس الواحد ما تسيبش زاد الامور، يعني ثم الدستور هو اللي ينظم، هو اللي ينظم الخيارات المجتمعيه، والدستور هذا معناها وقع وصار واحد، دونك المفروض هي تشرف او تحاول تامن تطبيق ما وقع الاتفاق عليه. حريه الانسان تبقى شخصيه، معناها تبقى معناها حاجات طبيعيه، معناها من عند يعطيني ربي سبحانه. حاجة شخصية معناها ما يجيش شكون يدخل فيها، معناها ما عندوش الحق ديجا، كوش أنا حاجة من تلقى نفسي نمشي نعمل الحاجة هذيك، مش نجي نشاور وإلا مانيش نخليه يفرض عليا حتى شي ديجا.